مجلس الأمة يقر تفعيل المحاكمات التأديبية وتحذيرات نيابية من رد القانون، والحكومة تتعهد بتقديم تقريرها حول ملاحظات الديوان في الجلسة القادمة. الحكومة تعتذر عن انقطاع الكهرباء يوم أمس وتتعهد بتقديم الأسباب لمجلس الأمة بعد انتهاء التحقيقات. السفارة الإيرانية في الكويت تحتفل بالذكرى 36 لانتصار الثورة الإسلامية، والجارالة يؤكد أن العلاقات مع طهران متطورة، والكويت تتطلع لزيارة روحاني القريبة لها. عملية الجبهة الجنوبية في سوريا غيرت قواعد الاشتباك في المنطقة، والجيش السوري يتقدم باتجاه تل الحارة لفصل القنيطرة عن درعا.